كورونا يا كورونا يا كورونا، تعالي الشحر تعالي هلي يا ملعونة يا كورونا، تعالي الشحر تعالي هلي يا ملعونة يا كورونا. مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. كثير تمسخنا على فيروس كورونا ونزلنا عليه نكات، سوينا عليه فيديوهات وقلنا له تعال عندنا، بس هو ابدا ما راح يجي. نفس الفيديو اللي عرضته لكم قبل شوي، اطلب من انه كورونا يجي لعنده، وفعلا ما كذب خبر، وصل كورونا لليمن بعد ما كانت اليمن خلال 4 شهور ما وصلتها ولا حالة واحدة من الفيروس. ولكن اليوم الجمعة صباح صحيت مثلي مثل باقي اليمنيين على خبر اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا باليمن بمحافظة حضرموت بمديرية الشحر. اللي عرضت لكم مقطع في بداية الفيديو إنه شخص كيف بيقول تعال لعندنا يا كورونا، شوفوا الله لبى النداء، جاء لعند المنطقة كمان اللي هو ذكرها منطقة الشحر. شوفوا المسخرة أحيانا بتوصل لوين، يعني ناديته هذا هو اجل عندكم الان. يقال لحد الان ان المصاب غير يمني وجاي عبر سفينه نقل بضائع الى اليمن، طيب الى مدينه الشحر بالذات. لحد تصوير هذا الفيديو لساتها الحاله مشتبه فيها، فلسه ما في اي تاكيد على انها حاله فعلا مصابه، ولكن الحذر واجب، لازم نلبس الكمامات، القفازات، المعقمات، كل حاجة نعقمها، يعني بالتعليمات اللي يقولوها لكم في كل مكان، ما رح أعيدها. يعني منظمة الصحة العالمية كانت قبل 3 أيام لساتها بتقول اليمن منطقة خالية من فيروس كورونا وهي أكثر المناطق أمانا. لحد الآن اليوم اختلف الوضع، فلسه منظمة الصحة لسه ما قالت أي تصريح، ولا وزارة الصحة اليمنية قالت أي تصريح. في ورقة يقال إنها تصريح من وزارة الصحة، ولكن ما رح أعرضها لأنه الآن بتنتشر كثير أوراق كلها مزيفة خالية من الصحة، فعلشان كذا ما رح أعرض أي ورقة هنا من وزارة الصحة. ولكن إذا تكلم مسؤول في الجهات الرسمية لوزارة الصحة راح أعرض لكم، إذا ما نزلت الفيديو طبعا في العقاب ما ينزل طبعا ما طلع. ولكن صحة اليمن اليوم مكبرات صوت تطلب من الناس إنهم يبقوا داخل منازلهم وما يطلعوا ويتجنبوا الاختلاط. الآن هذا الشخص هو شخص واحد، أنت راح تقول شخص واحد ما تفرق، بس كمية التوعية اللي انتم بتشوفوها عبر التلفزيون، عبر الراديو، عبر الجوال، الآن صرنا لما بنتصل لأحد بيعطينا تعليمات ونصائح انه ما نروح نختلط مع أحد، ما يعني عطينا كل التحذيرات عبر اتصال جوال على بال ما يرد عليك أصلا الشخص اللي انت متصل فيه. فشوفوا كمية التوعية ومع ذلك نحن معندين. المهم هذا هو شخص واحد، شخص واحد شوفوا كم شخص خالط، كم كرتونة ممكن يكون مسكها، كم حديدة مسكها وجا واحد بعده مسكها، يعني شوفوا كمية الأشخاص اللي راح يكون عداهم بس من حالة واحدة. نفس ما حصل بكوريا، شخصية واحدة بس ما التزمت بحظر التجول وكانت جاية من أوهان، كوريا الجنوبية صارت كلها موبوءة، حالة واحدة فقط أصابت 3000 حالة، فشوفوا كيف من حالة واحدة فقط. فالآن هو لساته المرض في منطقة صغيرة مو بهذاك الكبر، نقدر ان احنا نحصره في هذه المنطقة بس بالعزل التام، لا تخرجوا من بيوتكم. صح هو في منطقة مو في اليمن كلها، طيب بؤرة انتشاره في هذه المنطقة، خلونا نقول بؤرة انتشاره او المنطقة الموبوءة، تم اعلان ان مديرية الشحر مدينة موبوءة وتم تسكيرها بالكامل، ممنوع حد يدخل ممنوع حد يخرج منها، المساجد تسكرت فيها، كل حاجة تسكرت فيها، ونزلت كمان الجهات الأمنية للشوارع علشان تمنع تجمع تخرج الناس من بيوتهم أو اختلاطهم بالناس. فشوفوا انتوا كم من الناس، يعني الآن خلاص الدولة عملت احتياطاتها، طيب جدر على مين الحين؟ جدر علينا نحن بحماية بلدنا، أنا مسؤولة، علشان كذا جيت أنا وكلمتكم. كمان أنت اللي بتشوف الفيديو الآن أنت كمان مسؤول، لأنك تعتبر مواطن في هذا البلد، مواطن يمني، كلنا مسؤولين في هذا البلد، كلنا دام نحن مواطنين في أي بلد كان، سواء كانت اليمن أو غيرها، نحن مسؤولين من بلداننا يبقى نحن نحافظ عليها. طيب معروف إن هذه الفترة هي فترة انتشار مرض اسمه مرض فيروس كورونا، هذا المرض خطير ولحد يومنا هذا ما لاقوا له علاج، ومع ذلك نحن شعب قوي أصلا ما رح يصل عندنا المرض، ولذلك نتخالط مع الناس.
ولا على بالنا، بننزل الشوارع، حظر التجول في ناس ملتزمة فيه، في ناس مو ملتزمة، فما تكثر هذه الأيام بالسلامات. أشوف الواحد بدل ما يبوس بوستين 30 بوسة. المهم الزموا بيوتكم، اتبعوا التعليمات اللي تقولها لكم الدولة، لأنه ما في معانا الآن غير هذا، سواء كان في هذه المنطقة الصغيرة ما تدرين مع مين خالط، مين طلعوا، مين خالطت هذه الحالة، الواحد ما يعرف إيش كمية الشخص، إيش مسك، يعني لازم تكون الآن أكثر حذر من أي وقت فات. فانتبهوا على نفسكم وانتبهوا على صحتكم. كمان في عندي تعقيب على حاجة كمان، قبل فترة، قبل كم يوم نزلت أشتري مقاضي للبيت، رحت السوبر ماركت، يعني السوبر ماركت فاضي، يعني المفروض أكثر مكان يكون فيه ناس مليانين فاضي، قلت يلا الحمد لله أضبط على راحتي. لما نزلت أشوف محلات الملابس فيها تكدس من الحريم بشكل مو طبيعي، زحمة على الملابس من الحريم وجنب بعض، لو أقول لكم متر بين كل واحدة واحدة، لا لا جنب بعض وعاملين زحمة، برغم إنه في كل المولات وفي كل مكان عاملين تعقيم، يعني أي حد بيدخل هذا المكان معقم. طيب حتى لو عقموها من فوق لتحت، لو دخلت المكان ممكن تكون واحدة مصابة، كحة واحدة بس راحت فيها، راح تمسك، مسكت حاجة، سوى، يعني خلص احذروا شوي، لا تروحوا للمحلات. إذا أنت إذا الحريم أوه مخنوقة مكتومة، نعرف الحريم بعضهم مو كلهم بيحبوا الخرجة، ما بتقدر تجلس في البيت بتقول أنا مخنوقة مكتومة مش قادرة، يا بتروح تنزل حرتها في الأكل، ولا بتروح خلاص بخرج تدخل في حالة اكتئاب، يقولوا لها يلا خلاص انزلي. ليش كل هذا؟ هذا وباء مو عندك أنت في الدولة بس، في دول العالم كلهم جالسين في بيوتهم، ما وقفت عليكي الآن. ما أنه عملوا حظر تجول رح يظهروا بعض الأشخاص رح ينزلوا للشارع، لازم نعمل سبق صحفي، يعني نافسوا الإعلاميين في مهنتهم، لازم ننزل للشارع نصور الشوارع وهي فاضية، نشوف كيف حركة السير مالك. أصلا أنا معايا متابعين في الفيسبوك، في اليوتيوب ممكن، بس أغلب اليوتيوبر دايما حذرين في هذا الشيء، ولكن الناس العاديين خلينا نقول معهم متابعين، هذه خليها مسؤولية الإعلاميين، مسؤوليتك أنت تحافظ على نفسك. وبعدين الفضول قتل جد قبول، اجلسوا في بيوتكم واتبعوا التعليمات اللي تقولها الدولة، والله يحفظكم من كل شر ويحفظ اليمن وأهلها، كل الدول العربية وكل دول العالم من كل شر ومكروه. أشوفكم فيديو جديد.